عبد الله الكود. اسمه فيك. في 2012 كنت في عطلة بعاصمة فرنسا باريس عند بنت عمتك. في يوم من الأيام في لاك دو تريونف حكمتك الشرطة الفرنسية وطلعوك الكوميسارية. وين بت الليلة كحل عند الشرطة؟ تقدر تقولنا وش هي سبة؟ شاف كاين هاد الحكاية؟ صح، هذا واحد يعرفها، هذا واحد يعرفها، اتصلتوا به واحد. انا خاطيني انا للمره الالف نقول لكم بلي هذه القرعه دي لا علاقه لي به، انا هذا اللي خايف يجيني كشنار. واحد يعرفها بلا كاين مشكل، الفنانين تاعنا كلهم يرفدوهم الشرطه ويباتوا في الحبس، ما فهمت شكون. صح، ما كاش واحد فنان هنا جاء قال لنا داوني مع باش الجامع ولا يضرى يا جماعه. صح، قال يضرى نهار يجينا القرعه ديالنا وانت ما عندنا والو، لا كرشي ما فيهاش تبنيا. يا حتى انا خويا كنت نسوق، تفيها القرط. كنت نسوق في دراجه. ايوا ماشي بنت عمتي كوزينا مون بير الباب. معليش معليش، هذا اللي حكى لك. شنو يا سبه؟ سبه يا خويا مانيش رافد الوراق تاع الموطو هذيك، كنت رافد البيرمي تاعي والباسبور وكلش. كي الفروج حبست بصح الروضه كانت فايته شويه، وزهرين مليح كانت لابوليس بحذايا هما بعد انا هما هنا وانا هنا. قالك زيرت كي شافوا في السيستم مع الماتريكول وشافوا باللي الموطو اللي غوفيا عن سيغتان فرانسوا فورني، وانا شافوني عبد الله كرد باللحيه قال لي انت وين تعرف هذا؟ قلت انا مسين الماريد ما كوزيني وما ما امنونيش، وداوني للمركز تاعهم. قعدت حتى نتصلوا بمول الدراجه، كي جا مول الدراجه انا نحسب فيه راح يقول لهم سمحوا لي ولا لا هو عرش لهم، قال لهم كي ما تبريزونتيش الوراقي كان اون اموند تاع انزور. وعلاش شديتوه؟ كي عاد عربي علاش شديتوه؟ كون جا قاوري ما يشدوهش. قال دير لاموند تاعك وتروح باسكو الموطو ني با ديكلاري فولي. وقال لهم مولاها قال لهم لا موطو ني با ديكلاري فولي لا اوبلي لي بابي. يدير العنصريه في فرنسا. عطيك ساعه قعدت حتى للصباح، ثم عاود خرجت بالموطو هذيك وكملت لا جورني.